هل عندك ابو سالم مصرف اسلامي؟ لا ما عندنا نحن بنوك اسلامية. اذا ما عندك بنك اسلامي، تتجه الى البنك هذا، وفي الحال هذا شيء طبيعي، ليست في اشكاليه. لكن لا انا قصدي يعني هل يعني بيكون استثمار خاطئ لو انا بعت شيء من الشقق بحيث امول على اساس ان اكمل المبنى؟ الحين فرايك كيف الحين رايك الحين ابو سالم ابو رايك سالم ابو سالم بقول لك بقول بدل ما القي من البنك اسمع بدل ما القي للبنك يكون ابيع جزء من الشقق بحيث اغطي المبلغ والباقي اكمل المبنى، لكن الحين اكون اخطب الشقق هذه لما تبيع الشقق وتدخل في عملية إذا في وين ملكيتك أنت الاستثمار اللي قمت فيه، تفهم؟ يعني لا ملكيتي عندي ما أنت راح تبيع الشقق صح؟ ابيع بعض الوحدات بعض ما عليه، الشقق بس الوحدات لن تكون ملك لك من ضمن الاستثمار، يعني راح تخسرها. يعني اي بس أبو انا اللي طبعا عدد الشقق يمكن 4 5 شهور ابو سالم، انا اشوف انا ما بدخلك في عمليه اللي هي يعني نقطه لكن انت قصدي انا نصيحتك انت هل يعني بيكون استثمار خاطئ او يعني انا خطوه استثمار، انا خاطئه؟ بالنسبه لي استثمار غير عقلاني، دفع الكاش للسكن استثمار غير عقلاني، وعمليه عدم الاتجاه الى المصرف بعد عمليه غير عقلانيه، انا اسميها بعد جنونيه، لان عمليه مكلفه ولازم، يعني معناته فقط التاجر اللي عنده بالملايين يقدر يستثمر في العقار، وهذا خطأ كبير، لأن يجب أنك أنت وأنا وأي شخص بإمكانه يستثمر، وطريقة التمويل موجودة. يعني إذا أنت عندك عمل تجاري الآن، ما راح توقف عن طريقة العمل وتقول لي عملية الشبهة. الشبهة راح تكون نعم إذا كانت عندك إسلامي وعندك تجاري، وأنت تتجه إلى مثلا تجاري وعندك وتفكر في شبهة مثلا، لكن إذا ما كان عندك ضرورة لها أحكام طال عمرك معي أبو سالم. فمن الافضل في العمليه هاي هي استخدام المصارف هذه، مع ان يعني حسابك، انت عندك حساب في البنك صح؟ عندك حساب في البنك صح؟ تستخدم البنك؟ نعم، نحن نستخدمها لان هذه بيوت المال، وهي المفروض تساعدني في كثير من الظروف. فيجب انك انت عمليه ان في حد يقول لك شبهه، لكن تقعد انت في حسره وتقعد تتعب طول حياتك، هي عمليه غير منطقيه. فبالتالي انت اللي تسوي، انا اقدر اقول لك فيها شبهه كيف، لو يجي البنك يقول لك بدال ما يكون السعر لاستخدام المال والسعر للانفليشن مثلا اللي هي 6%، جاي ويحط لك اللي 15 او 20 ويجحف في حقك، هني عمليه الربا، هني استغلال حاجتك معاي انت الحين. لان حتى الاسلامي ما راح يعطيك فلوسك العشر المليون لمده العشر او 15 سنه او 20 سنه وراح ترد ليها مليون، لازم يحط لك عليها ربحيه. نعم طال عمرك، هني تسمى ربحية وهني يسمونها فائدة، عرفت؟ يعني ما في مكان أقل من مكان، ها، أو أفضل من مكان، طبعا هذه لأنها بس إسلامية وهذه اللي هي تقليدية أو تجارية. فأنا بالنسبة لك طبعا أنت راح تدخل في معمعة بالطريقة اللي أنت تشرح لي إياها، والمعمعة هذه أنك أنت تبيع هذا وتشل من فلان وتعطي فلان وتحط على أساس أنك تمشي في استثمار، واستثمار يصير نسميه مثل السويس تشيز، الجبنة المخبقة، عرفت كيف؟ يعني راح تتعب. اهم شيء بالنسبه يا ابو سالم، بالنسبه لك ولا زلت اني اقولها، عمليه التمويل والتمويل على المدى الطويل، يعني اي استثمار وخاصه الاستثمارات التجاريه، لو تتجه يا ابو سالم وتقوم في عمليه التمويل لمده 10 15 سنه من الافضل، وتخلي الجهه اللي تساعدك في التمويل يكون ان مردود التمويل التجاري هذا يسدد كثير من تكاليف التمويل هذا. هناك إشكالية كبيرة في عمليات التمويل هذه اللي نحن ندفع لها كاش، لأن في نهاية المطاف ينفذ منك الكاش وما تقدر تقوم فيها. في عندنا، نعم، نرجع لموضوعنا الأساسي. بذكر حتى الاستثمار العقاري، وكثير منا نحن كثير من أموالهم مجمدة في استثمارات عقارية، ولا تحرر هذه الأموال، لا تحرر هذه الأموال للاستخدام مرة أخرى في توزيع استثمارات أخرى أو في توزيع في عملية الاستثمار. وهناك كثير من الوسائل الجيدة اللي هي ممكن تساعدني في تطوير استثماراتي العقارية. اليوم راح نتكلم عن إصلاحات أنظمة التقاعد، هذا ربما موضوع يعني قريب من القلب، لأنه ما في حد ما في عنده قريب او عم او خال او انسان يكون عزيز عليه ليس في وضع المتقاعد او الشخص اللي ترك العمل. نحن بعد عندنا ظاهره ربما تعتبر هي غريبه نوعا ما، لان الناس تتجه الى التقاعد في سن مبكره،
سن الأربعين وسن الخمسة وأربعين سنة وسن خمسين سنة، هذه اللي كثير من دول العالم ما تسمع فيها أبدا. فإذا هناك فترات طويلة الناس هذه راح تعيشها قاعدة من غير عمل، وربما تجد إشكالية كبيرة في الوفاء بمتطلبات المعيشة، خاصة إذا كان التقاعد لا يكفي. إذا ندخل اليوم في أنظمة التقاعد، وطبعا هناك في كثير من عملية التقاعد، وخاصة بالنسبة لتخطيط التقاعد. عندنا اتصال مع أبو فايز من السعودية. تفضل يا أبو فايز. ألو عبد أبو فايز، كيف حالك؟ هلا حياكم الله. مرحبا بك، طال عمرك، تفضل. هلا وسهلا، حياكم الله، الله يبارك فيك. بالحقيقة أنا سمعت تو المقابلة مع الأخ. نعم. ويعني كلامك ما شاء الله، وشي يعجبني إنه كلامك هادي وكلام يعني منظم ما شاء الله تبارك الله. في عندي سؤال. نعم. بالحقيقة بالنسبة للبنوك الآن تقليدية وتجارية. نعم. سواء قل المبلغ هامش الربح أو كثر هامش الربح. نعم. هي في النهاية من ناحية شرعية يعني فيها نظر. نعم. كان فيها طرفين. نعم. ذكر فيها طرفين. نعم. لكن البنوك الثانية والإسلامية لما تعطي قرض أو تعطي مثلا سلفة أو كذا يدخل فيها طرف ثالث. نعم. دخول الطرف الثالث هذا ينقل عملية من مسألة يعني حكم ربوي أو حكم فيها شرعي أو فيها نظر شرعي إلى نعم. مسألة أنه دخل طرف ثالث، والطرف الثالث هذا استفاد من عملية القرض اللي نعم. اللي طلبها الشخص. نعم. يعني مثلا لو أنا خلينا نصغر المثال، يعني لو مثلا أنا وشخص في مكان واحد. نعم. ولا في مع شخص آخر معنا في المكان هذا، وخلينا نقول مثلا نصغر بسط المثال، لو أنا وشخص في جزيرة. نعم. والشخص هذا مع عشرة درهم وعشرة ريال سلفته منه. نعم. وأنا أمانة طبعا ما معي بيزات ولا معي فلوس. نعم. فهو قال خلاص أنا أعطيك العشرة، رجع العشرة 12 مثلا، أو رجع العشرة 11. نعم. أنا كيف أعطيها الآن 12، وأصلاً الجزيرة والموقع اللي أنا فيه ما فيه مبلغ هذا، فأنا من فين أجيب المبلغ هذا؟ نعم. لو نكبر المثال ونطبقه على البنوك التقليدية والبنوك التجارية حيصير فيه إجحاف، مو إجحاف على شخص واحد. نعم. على المجتمع كله. نعم. فأنا ما أدري إذا أنتم تأيدوني في الكلام هذا، وكلامي قد يكون خطأ. أبو فايز، النقطة اللي أنا كنت أبغي يعني أشرحها في عملية الإقراض أو استخدام المال، هناك طريقتين مثل ما أنا شرحت، اللي الطريقة التقليدية أو التجارية والطريقة الإسلامية. الطريقة الإسلامية لها أسلوب ولها طريقة ولها كثير من المبادئ اللي مفروض تكون عدم الاستغلال، وطبعا هي إسلامية يعني بحتة. نحن الآن نتكلم عن نظرية اللي هي استخدام المال، وهذه في الاقتصاد هي واحدة ما تتغير، سواء كان اقتصاد تقليدي أو اقتصاد إسلامي. لديك أموال راح يقترضها شخص على فترة طويلة، إذا لها قيمة لعملية الاقتراض، سواء من ناحية اللي هي انخفاض قيمة العملة، أو من ناحية اللي هي أن عدم استخدام العملة واستثمارها والاستغناء عنها وتقديم الأموال لشخص آخر. في كلا الجهتين لازم أن يكون في لها قيمة، هني أنت تسميها فايدة وهني أنت تسميها ربحية. إذا هناك نمطين، وكلها تعتمد أبو فايز على عملية الاعتقاد. في شخص يعتقد وينظر لها نظرة ويقول لك أنها عملية أنه أنا راح أقوم بشيء يعني يريح ضميري ويكون شيء إسلامي، إذا يتجه إلى الجهة هذه. هناك شخص آخر يقول لك أنا راح أتجه إلى الاتجاه الآخر أو الاتجاه التقليدي. لا ننسى أن عمليات البنوك الإسلامية كانت موجودة وبدأت تقريبا فعليا من سنة 75، يعني قبل سنة 1975 كانت كلها اللي هي بنوك تجارية، والناس كلها تتعامل مع البنوك التجارية بنفس المنظومة. إذا النمط الإسلامي أو المالي الإسلامي جاء في فترة لكي يقوم ب يعني أسلمة الاقتصاد وتغيير كثير من المفاهيم هذه، وهذا شيء نحن ما في خلاف عليه. إذا في اختلاف من مكان إلى مكان، ونفس العملية هي عملية اعتقاد يعني ما بين الطرفين، يتجه إلى الجهة هذه أو إلى الجهة هذه. وطبعا ما نقدر احنا نخش في نفس الموضوع هذا، وما نقدر نقول
عملية اللي هي كلها تعتمد على صاحب العلاقة. الأخ سعيد من السعودية، تفضل الأخ سعيد. عليكم السلام يا أخوي سعيد، تفضل طال عمرك. لو سمحت استفسار عن استثمار الأموال. نعم. عندي مبلغ 400,000 بستثمر أسهم، كم أستثمر من 400؟ عندك 400,000 تقول لي؟ نعم. وتستثمر في إيش بغيت؟ في سوق الأسهم، كم أستثمر منها؟ هل استثمرت في السابق في سوق الأسهم؟ طبعا جربت. مضاربات يعني؟ لا لا، يعني مدة معينة، شهر شهرين. وهل عندك استثمارات الآن في سوق الأسهم ولا الأربعمية؟ لا حتى لا حتى ما في. ما عندك حاجة في سوق الأسهم. هل تنصحني إني أدخل كم يعني من الأربعمية كلها غامر؟ ونصيحة يعني. ما علي. مع سؤال ثاني، كم عمرك أخوي سعيد؟ 40. يعني وهذه الأموال هل هي كل يعني استثماراتك أو المبالغ اللي عندك أو كيف وضعها؟ هذا المبالغ اللي عندي. وهذه اللي سلفتها أو كانت موجودة عندك من غير سلفة؟ لا موجودة، ما ضيعت الأبيض ولا شيء. زين. هل اتجاهك للأسهم أو عندك استثمار عقاري بيتك أنت مدفوع كامل؟ استثمارات ثانية لكن هذا يعني نفسي إضافية. أوكي. ما علي، لأن بغيت أشوف على أساس أنه يكون عندك على الأقل في نوع من التنويع أخوي سعيد، ما تحط كل بيضك في سلة واحدة أو إذا طاحت سلة تكسر كل، بما معنات أنه خايف أني أقول لك تعال استثمر لي في الأسهم اللي هي الأربعمية فقط وبعدين تكون يعني مجحف في حقك من أنك أنت ما تنوع الاستثمارات الثانية. 400,000 أنت يعتمد عليك أنت بالنسبة لك للاستثمار. عملية التنويع مهمة أخوي سعيد، أنك تشوف قطاعات مختلفة، لا تحط فلوسك كلها في سهم واحد أو في شركة واحدة، لأن المشكلة اللي بنواجهها نحن دائما إذا نحن اتجهنا للاستثمار وحطينا كل فلوسها في سهم شركة واحدة. إذا نحن الآن نفكر في شركات مختلفة من قطاعات مختلفة. اليوم طبعا واعد كثير أسواق الأسهم عندنا، والأسهم في مستوى متدني، يعني بإمكانك أنت تشتري أسهم. يعتمد عليك، عايز تستثمر المبلغ كله تستثمر جزء منه، لكن استثمارك لازم يكون الخمس ست سبع ثمان عشر سنوات، وهذه الحال اللي تقدر أنت تسهل عليك في عملية الاستثمار من ناحية أنه يكون مجدي على المدى الطويل. عليك بعد بالاستشارة خاصة بالنسبة للجهات الاستشارية اللي تقوم بعملية الاستثمار، إذا كانت هناك في كثير من البنوك أو المصارف اللي عندكم وفيها بعد نوع من المحافظ الاستثمارية، وخاصة إذا كانت محافظ موزونة في أسواق الأسهم، قارن ما بينها، شوف ما هي الأفضل، وربما تحط بعد في مبلغ بسيط. إذا تنوع جزء يكون في محفظة، جزء يكون في أسهم متنوعة، وتخليها على المدى الطويل. مشكور أخوي سعيد على سؤالك. مرحبا بك. إذا هناك من ضمن النقاط الأساسية اللي نبغى نركز عليها في عملية تخطيط التقاعد، لابد أن يجي يوم من الأيام ونقول نحن خلاص شبعنا شغل، نحتاج أن نرتاح، الآن أنا عايز أركز على أمور أخرى غير عن عملية العمل الأساسي. والواحد بعد يقطف ثمار عمله وسنوات الجهد والكسب الطويلة والعمل اللي هي المستمر. إذا عملية المعاش عملية حتمية، يجب أن يكون في لها تخطيط. عملية التقاعد بعد لها تخطيط، تحضير نفسي لكن تحضير مالي. يعني مش معقول أني أنا أقبل على الفترة هذه وتكون عندي أنا إشكاليات كبيرة. ربما برامجنا وكثير من البرامج هاي اللي استمرت، والآن نحن وصلنا حوالي إلى 92 حلقة على